السيد سعد من سوهاج، حضرتك من بني هلال المراغة. قول لي قضيتك ايه مع الثانوية العامة؟ قضيتي ان معايا ابني حضرتك امبارح دخل اتوتر، عرف الامتحان مسرب بتاع اللغة العربية بس ما عرفش متسرب ازاي. يعني الامتحان كان معاه ليلة الامتحان؟ لا هو ولدي انا ما كانش معاه، لكن في اللجنة كان مسرب. في اللجنة يا أستاذ علي. ايوه يا فندم سامعك والله، بقول لحضرتك الامتحان اتسرب يعني قبلها وهو شاف ده؟ زمايله، هو شاف زمايله معاهم الامتحان. شاف زمايله معاهم الامتحان، وطبعا مجهزين الاجابات النموذجيه ودخلوا حطوها في الامتحان. وطلعوا اثناء دورة، دخلوا دورة المية جابوا المحمول حضرتك. ليه الله بيحطوا المحمول فين؟ كانوا حاطين المحمول حضرتك في كيس وحاطينه في عين في دورة المية. بيحطوا في دورة المية المحمول حضرتك. يعني بيحطوا في كيس وبيحطوا في عين في دورة في الحمام في دورة في المية. الحمام حضرتك، في مدرسة المراغة الإعدادية القديمة. وبعدين يدخل الحمام يبعت الامتحان تجيله الإجابة ويدخل يدش. بالضبط حضرتك. طيب انت ابنك بيذاكر يعني فجاله إحباط من ده؟ أنا حضرتك ابني ليه النهارده 3 سنين بيذاكر ما بياخدش نفسه. هيحبط طبعا، هيحبط، هيجيله إحباط. محبط على الآخر ومتوتر على الآخر ومش عاوز يروح الامتحان. لا انا رايي يا استاذ علي تقول له احنا ملناش علاقه، صحيح يعني هيخل بكل قواعد المساواه، العداله، التكافؤ، لكن قول له مالكش علاقه باللي بينجح بالغش والتدليس ده، ما هو ربنا هيعاقبه في يوم من الايام. يعني هو شايف حضرتك، انا سامعك يا فندم، هو شايف واخد لبالك زمايله هو افضل منه، وهم كسبوا وهو ما كسبش. طيب عندك حق. طيب الامتحانات التانية طبعا يعني هنا ابنك بقى عنده قلق وتوتر. الامتحان طيب انا بشكرك يا استاذ علي. يا جماعة اللي احنا قاعدين بنسمعه من اولياء امور